السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة جديدة، وان شاء الله هتشوفوها معايا. طبعا اول ما هتشوفوا الازازة هتقولوا ايه ده، ده سيفن، ده الاسبرايت والحاجات دي كلها بتزود الوزن. طبعا هقول لكم اي نعم هي بتزود الوزن، وانا معاكم في الرأي ده، بس ان شاء الله احنا هنعملها بطريقة كويسة جدا، يعني مش هيبقى فيها صودا ولا هيبقى فيها الكلام خالص اللي بيزود الوزن معانا. تمام، هنشوف الوصفه بتاعتنا النهارده ان شاء الله. وصفتنا او الفيديو بتاعنا هيبقى فيه وصفتين اتنين، هتتابعوا معايا اول وصفه. وان شاء الله الوصفه ديت هتعمل ايه؟ هتنزل كل الدهون العنيده الموجوده في جسمك. طبعا كلنا بنشتكي من الجوانب والارداف، وبالذات منطقه الدهون اللي بتبقى متراكمه في اسفل منطقه البطن دي، طبعا بتبقى شكلها مش كويس، وبتبقى يعني اي بنت بتبقى متضايقه منها. ده ان شاء الله بنات هنعمل الوصفه دي على اساس ان هي هتنزل كتل من الدهون العنيده الموجوده في منطقه البطن. نسمي الله ونحط لايك للفيديو، عايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات علشان ناس كتير تستفيد منه، وشيروه، واللي شير يكتب لي تام علشان برضو الناس تستفاد منه، وبنات برضو كتير زيكم تستفاد منه. يلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا كده. اول واحده دي طبعا يا جماعه معايا ازازه الصودا، هي السيفن او السبرايت، اهم حاجه تكون الكاكولا بيضة. تمام، فده اللي ان شاء الله اللي احنا هنستخدمه في الوصفه بتاعتنا. طيب عارفه ان انتوا كلكم ان شاء الله هتقولوا طب الوصفه اللي انت هتعملها ازاي على اساس ان هي ما تزودش معانا الوزن والكلام ده كلته؟ طبعا لان احنا عارفين ان الصودا بتزود الوزن، ودايما بنقول يا جماعه ابعدوا عن الصودا. طيب انا معايا الازازه ديت زي ما انتم شايفين كده، هي لتر، انا محتاجه منها بس 3 كوبايات اللي انتم شايفينها دي محتاجه منها 3 كوبايات، ودولت اللي انا هستخدمهم النهارده بس في الوصفه بتاعتي. طيب ازاي اتخلص من الصودا بتاعتي زي ما انتم شايفين كده؟ علشان نتخلص من الصودا يا جماعه لازم نرجها كويس جدا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، ونحاول ان احنا اهو نفتح الازازه على اساس ان الصودا تخرج منها، وبنرجع تاني نرجها برده كده اهو. بالشكل ده كده، ونحاول برده ان احنا نخرج الصودا منها، نحاول نرج كده لغايه ما نحس ان هي خلاص بقت عامله زي الميه معانا. تمام، بعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب حاجه زي الشفشق ده كده يا جماعه، انا عندي الشفشق اهوت، واقوم منزله فيه الصودا، منزله فيه السبرايت زي ما انتم شايفين كده اهوت، او السيفن بالشكل ده كده. ده كده انا شلت الصودا خالص منها، لان الصودا ديت هي اللي بتزود معانا الجسم وبتعمل هشه في العظام ولها مشاكل كتير احنا في غنى عنها. ده دلوقتي كده احنا خلاص خرجنا الصودا منها. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ ده كده يا جماعه انا معايا الليمون، هنعصر الليمون عليها بالشكل ده كده، ليمونه كامله معايا اهي، وبعد كده بنقلبها كويس بالشكل ده كده. معانا بقى حل من الاثنين، معانا الزنجبيل الفريش او معايا الزنجبيل البودر، ايه اللي متوفر عندك اعمل ايه؟ لو انت عندك زنجبيل فريش ممكن تفرمي حته صغيره خالص قد المكعبيه كده على المبشره ولا حاجه، وبتقومي حطها على المكونات اللي احنا حطيناها دي. طبعا الزنجبيل الفريش خلص من عندي، طب انا هعمل ايه؟ لازم اجيب البديل بتاعه الزنجبيل البودر زي ما انتم شايفين كده اهو، معلقه كبيره على الثلاث كوبايات اللي انتم شايفينهم دول بالشكل ده كده، زي ما انتم شايفين معايا بقت بالشكل ده كده. تمام، بعد كده هنقوم نغطينا الشفشق بتاعي وهنحطه في التلاجة، وقت ما هنعوز منه طبعا هنقلبه كويس جدا علشان ده طبعا زنجبيل بودر، وهنقوم واخدين منه بكوبايه، دول يا جماعه 3 كوبايات هحطهم في التلاجة. بعد كل وجبه هقوم شاربه كوبايه زي دي، ده هتبقى كويسه جدا، هتزيل كل الدهون العنيده، او بمعنى اصح لو انت حتى اتغديتي وجبه يكون دسمه شويه او فيها دهون او فيها اي حاجه، الكوبايه دي لوحدها كفيله ان هي تنزل كل الدهون العنيده او الدهون اللي انت كلتيها في الوجبه بتاعتك. ده طبعا الوصفه ديت او المكون اللي احنا عملناه دوت، ده طبعا مش هياكل لا له مراره ولا اي حاجه، لان طبعا الكاكولا او السفن اللي احنا حطيناه ده طبعا مش كاكولا يا جماعه، ده سفن، السفن اللي احنا يعني حطيناه في الوصفه بتاعتنا ده بيبقى مسكر شويه، فانت لو انت عملت معلقه الزنجبيل مش هتبقى لها لا طعم لاذع ولا حراق ولا اي حاجه من الكلام ده. ده كانت اول وصفه معانا، قلنا طبعا هناخدها بعد كل وجبه بنص ساعه كوبايه زي ديت. دلوقتي بقى هنعمل الوصفه الثانيه، وهيبقى ايه؟ عباره عن كريم موضعي. طيب هنعمله ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده انا معايا المعجون اهو،
هناخد منه حاجة بسيطة كده اهو، يعني على قد الكمية اللي انت هتستخدميها. ده طبعا ممكن ان انت تعمليه على الجوانب، على الارضية، في منطقة البطن، اي منطقة عندك عايزة ان انت تحرق دهون منها، ان شاء الله الوصفة دي هتبقى كويسة جدا. تاني حاجة معايا زيت جونسون زي ما انت شايفين كده اهو، هناخد منه برضو نقطتين كده اهو بالشكل ده كده. لو انت ما عندكيش ممكن ان انت تستغنى عنه وتستخدمي اذن الطبي. تالت مكون معايا بقى اللي هو برضو الزنجبيل. طبعا لو انت عايزه تضعف الكميه ضعفيه، انا عامله بس كميات بسيطه كده على اساس ان انا برضو ايه اوريك. الزنجبيل نص معلقه كبيره برضو من الزنجبيل بالشكل ده كده، وهنحاول ان احنا نقلبهم في بعض. نحط كمان شويه خل وتفاح زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. ده بقى كده الوصفة بتاعتي بقت عاملة زي الكريم بالظبط بالشكل ده كده. شايفين بقت عاملة ازاي كده دلوقتي بقت جاهزة. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ ده كده معايا خل تفاح ومعايا قطنة زي ما انتم شايفين كده، واحاول ان انا اقبلها بخل التفاح، واحاول ان انا ايه الحتة اللي انا عايزة ادهنها اقوم بالشكل ده كده نضفها خالص بالقطنة وخل التفاح، وهسيبها كده اهوت على البشرة بتاعتي لغاية ما تنشف زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده كده اهو. هنسيبها بقى لغاية ما تنشف خالص، عايزة الخل ينشف عليه ما نمسحهاش بقى كده. بعد ما نشف معايا بعد كده هنعمل ايه؟ هجيب المكون اللي احنا حطيناه مع بعض بالشكل ده كده اهو، وهفضل اعمل على ايدي بالشكل ده كده، افضل ادلك كده حوالي 5 دقايق على بشرتي بالشكل ده كده بحركه دائريه كده اهو. شايفين ده يا جماعه بقى بتحرق كل المنطقه اللي انت عايزه اللي هي فيها دهون، وانت عايزه تنزلي كل الدهون، ده بتحرق كل الدهون، وفي نفس الوقت كمان خلاف كده وكده كمان ان هي بتفتح المنطقه اللي انت بتدهنيها، كمان بتشد الترهلات الموجوده بقت بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ لو انت عندك كيس استريتش او عندك اي حاجه بتقوم جايباها وبتقوم لفاها على المنطقه دي كلها، يعني ممكن اجيبه واعملها قدامكم بس انتوا بقى خلاص عارفين يعني ايه، عارفين الطريقه. بنجيب الاستريتش، عندك اي استريتش او اي كيس بتجيبها وبتلف المنطقه دي كويس جدا، ممكن تسيبها طول الليل او ممكن تسيبها يعني حوالي ساعتين ثلاثه على المنطقه اللي انت دهنتها ديت، وبالشكل ده هتبص تلاقي يعني الوصفه دي هتلاقيها شدت الترهلات، حرقت الدهون الموجوده في المنطقه، شالت كل الحاجات ديت. وزي ما قلت لكم هي كمان بتفتح، لان ممكن في ناس بعد الولاده بتحس ان بتبقى ايه في بطنها يعني ايه زي كلف، زي خطوط، الحاجات دي كلها ده بتشيل وبتفتح كل المنطقه ديت. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم باذن الله ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشيروه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.